مشاهدينا الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. أعلنت الحكومة اليوم تدشين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السائرية تحت عنوان 100 مليون صحة. وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه سيتم إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوم غد الاثنين، مضيفة أن الهدف من الحملة هو إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020. قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان الإرهابية وعدد من القيادات على رأسهم خيرة الشاطر نائب المرشد ومحمد البلتاجي في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد للسابع من أكتوبر لإعادة المرافعة. وأسندت النيابة لقيادة الجماعة إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والدخائر والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك. طلب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري المجتمع الدولي بالاستمرار في الضغط ضد العمليات العسكرية في إدلب إلى حين إعادة إحياء العملية السياسية في سوريا التي تتطلب وقف جميع العمليات العسكرية في هذا البلد. وشكك الحريري في التزام النظام السوري بتجنيب إدلب عملية عسكرية واسعة، مشددا على ضرورة المزيد من الضغط لتعطيل هذه العمليات. تمكن الجيش اليمني وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن من السيطرة على الطريق الدولي الذي يبدأ في محافظة حجة وينتهي بمحافظة صعدة. وأوضحت مصادر محلية أن هذا الطريق يعتبر ممرا استراتيجيا مهما لإمكانية إيصال المساعدات الإغاثية من خلاله إلى المناطق المحاصرة، كما يسمح للمدنيين بالنزوح إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الشرعية. تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحسن العلاقات مع كوريا الشمالية قائلا إنه أعجب بشخصية الرئيس الكوري الجنوبي كيم جونغ أون بعد قمة يونيو في سنغافورة. وكان ترامب أشاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالزعيم الكوري الشمالي الذي تتهم الأمم المتحدة وجهات أخرى عدة بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أنه تلقى رسالة رائعة منه وبدا متفائلا حول إمكانية عقد قمة ثانية. ورياضيا، أعلن المستشار تركي آل شيخ دعمه للمستشار مرتضى منصور في أزمته الأخيرة، مؤكدا أنه سيجري اتصالا هاتفيا برئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأفريقي. واعتبر تركي آل شيخ أن ما حدث غير مقبول ولا يمكن القبول به، معلنا أن الرد سيكون في استقبال المستشار مرتضى في الرياض في 6 أكتوبر. وفنيا، غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الفنان عمرو دياب وبرفقته الممثلة دينا الشربيني متجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة هناك تستغرق عدة أيام. وقام فريق من العلاقات العامة باستقبال النجمين وإنهاء إجراءات سفرهما على الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.